طيب خلينا نروح للحالات التحكيمية لهذا اللقاء. أنا معايا على التليفون كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد تحياتي، مساء الفل. ابراهيم، مساء الخير عليك وعلى كل خيرك. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله، كله تمام، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب ورب دايما في أفضل صحة وأفضل حال. وخلينا نبتدي معاك على طول بالحالات التحكيمية. الدقيقة 35، تمريرة من محمد فاروق وصلت لليسار، كان في تمركز يمين منطقة الجزاء تحديدا يعني اللي سجل هدف، ولكن كان في اعتراضات من لاعبي نادي الزمالك على صحة الهدف لياسر. ايه الكلام في القصة دي؟ بص، الراجل هذا مرحلة الصوت اول لقطة بيقطع. كان، ايوه اللقطة دي، الصورة دي ان بتوين لاعب مودرن فيوتشر والزمالك. المعيار بالنسبه لنا مين اللي لعب الكوره؟ اللي لعب الكوره هو لاعب مودرن فيوتشر. الصوره قدامنا واضحه للعب الكوره تماما، لاعب مودرن فيوتشر، وبالتالي بعد الاصطدام اللي حصل مفيش خطا على مودرن فيوتشر. دي اول حاجه في مرحله بناء الهجمه. في حاجه ثانيه هنكمل قدام شويه ابراهيم، خلاص كده مفيش خطا هنا، يبقى خلاص استمر اللعب، قرار حق استمرار. صحيح مفيش خطا هنا من لاعب مودرن فيوتشر على الزمالك. اللقطه الثانيه في لاعب من مودرن فيوتشر على الارض ساقط في نص الملعب الثاني، بقى هنكمل الهجمه. ايوه، ده راجل واقع على الارض، مفيش حركه، مفيش اكسترا موفمنت، مفيش اي خطا عمله، هو ثابت على الارض، لاعب الزمالك بيرجع بظهره فتعرقل فيه، وبالتالي اللي عمل العرقله اللي راح للتاني هو لاعب الزمالك، راح للاعب مودرن فيوتشر، مفيش خطا على لاعب مودرن فيوتشر، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح. بعد كده كملنا، مفيش تسلل في اللعبه، وبالتالي بنتكلم على مرحله بناء الهجمه للهدف. هدف صحيح، اعتراض لاعب الزمالك كان اعتراض غير صحيح، وبالتالي بنتكلم هدف صحيح، مراجعه صحيحه من حكم الفار، وهدف تم احتسابه بطريقه صحيحه، مفيش كملنا برضه مفيش تسلل في الهدف، وبالتالي بنتكلم على الهدف مودرن فيوتشر، هدف صحيح. إذن هدف علي ياسر كان صحيحا بنسبة 100%. طيب خليني أسألك، في الدقيقة 85 حكم المباراة بيحتسب ركلة جزاء للزمالك بعد إعاقة محمد ربيعة لسيف الجزيري داخل المنطقة، رأيك فيها إيه؟ بص، هنرجع الاول اللعبه اللي سيف الجزيري الكوره جايه له من عواد، اول لعبه وصوله من عواد، فبنتاكد من التسلل، في تسلل ما فيش تسلل، ما عنديش ابراهيم لقطه صوتك مع بيقطع الكوره من اهو. انا جبت لك الصوره معانا على الشاشه. طيب اللعبه جايه من عواد، تمام. اللقطه اللي الصوره اللي قدامي دي، التسلل للرسم الخطوط اللي اترسم ده، مش هو ده رسم خطوط الفار، يعني الرسم اللي اترسم ده بالنسبه للرسم اللي قدامي ده مفيش خطا، مفيش قصدي تسلل على لاعب الزمالك، مفيش وجود تسلل لاعب الزمالك، وبالتالي ده اللي رسمه الفار، خط اللي رسمه الفار، وكان لازم يطلع للناس بعد كده، مفيش تسلل، وبالتالي استمر اللعب. هنكمل اللعبه، كمل. طبعا التسلل، الخط ده اللي اترسم ده، مش ده خط التسلل اللي احنا عارفينه، اللي التسلل اللي احنا عارفينه اترسم، مفيش تسلل في اللقطه ديت، واللي قبل كده مفيش تسلل. هنروح بقى للعبه نفسها، على مستوى القدم مفيش اي خطا باي حال من الاحوال. على مستوى القدم بالنسبه للاعب مودرن فيوتشر مفيش اي خطا باي حال من الاحوال. في لقطه مهاره جون، هنجيب الخطا اللي نشوف الخطا اللي شاف الفار واللي راجع مع الحكم فيه عشان يحتسب ركله الجزاء، حتى وان كان الحكم كان احتسب للخطا في الرجل. انا بكلمك، الحكم وارد جدا يكون احتسب في اللقطه دي خطا، ان في خطا في تصادم بالرجل، لكن الخطا اللي ظهر لنا واللي راجعه حكم الفار هو المسك الواضح من لاعب مودرن فيوتشر، المسك اللي بيلزم التيشيرت، هو ده اللي هي دي ركله الجزاء، في المسك اللي فوق الايد الشمال في تيشيرت سيف الجزيري، هي دي ركله الجزاء، وبالتالي بنتكلم انها ركله جزاء صحيحه تم احتسابها لنادي الزمالك. اللي كان بيشكك في الاول في التسلل، التسلل مش موجود، وركله الجزاء اللي تم احتسابها ركله جزاء صحيحه لسيف الجزيري، وبالتالي بنتكلم على المراجعه اللي حصلت من حكم الفي ار في اللقطتين، مراجعه صحيحه. النهارده ابراهيم مجمل المباراه، أيوة. الطقم النهارده فرق كبير جدا، الطقم النهارده وطقم سيمبا التنزاني مع الاهلي. المباراه بتاع سيمبا التنزاني، يعني كره مودست استحاله تعدي في اي حال من الاحوال في اي مكان في العالم الا حكم الفار اللي موجود يستدعي الحكم، ونحسب ركله جزاء صحيحه للاهلي لم تحتسب. صحيح، واخطاء كثيره جدا في مباراه الاتحاد الافريقي ولجنه حكام الاتحاد الافريقي. دلوقتي بنتكلم على مباراه سيمبا والاهلي، هي اللي لها صدى كبير قوي في الاتحاد الافريقي ولجنه حكام الاتحاد الافريقي، لكن النهارده طاقم التحكيم ما فيش له اي تدخل. ياخد كام من 10؟ يعني النهارده الناس نجحوا في المباراه، يعني بنتكلم ان حكم برضه صاعد واعد زي جلال جيد، حكم مغربي مع اثنين حكام مساعدين من الخبرات كانوا موجودين في طاقم رضوان جيد المرشحين لكاس العالم اللي فات،
بتتكلم النهارده عامل مباراه تحكيميه جيده، وحكم الفار اللي موجود راجع مراجعه صحيحه في كل الحالات التحكيميه، وبالتالي بنتكلم النهارده ما فيش خطا تحكيمي ممكن نقف عنده ونتكلم عليه اثر عليك المباراه. اشكرك شكرا جزيلا يا كابتن جهاد، بشكرك شكرا جزيلا كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي والحكم الدولي.